ما فين عمو الملايكة ها؟ سامعة؟ بدنا نكون سوا تنقدوا النعمة. حنشوف فيهم كيف بيعمل تريك رايدنج. كمان. بين سيف العرب ونابوليون ودلع سافانا التي لم ترق لها عين الكاميرا، تنقل جاك بخفة ومرونة. خيول اعتادت عليه وألفت جرأته وحركاته الفريدة. بس تكون في ثقة بيصير الحصان بس تركب على ظهره غير ما حدا غيرك يركب على ظهره. بس يمكن مثل انا اعمل تريكس بيبقى غير معي كل، يعني هو بحس فيي شو انا بدي هو حيعطيني. يعني انا شو حابه هلا بدي احبه مثلا بدي دالي كنت اعمل هالحركه هو حيفهمني، واذا وقعت بيوقف وبرجع لعندي. ما بيدعس عليك الحصان، بخاف عليك اكثر ما انت بتخافي على حالك. رياضة رائجة في الغرب وفي حضارة الكاوبويز بشكل خاص. جاك وبجهد فردي عمل على إعادة تمثيل مقاطع شاهدها على اليوتيوب. هي رياضة حلوة، بدها قوة قلب، خطرة أخطر من غير أنه معقول يمكن تقعي، معقول كذا، أنه فيها كتير خطورة. أنت عم تنزل تطلع عن الحصان، عم تركبي بالقلب، عم تركبي على ظهرك، سو فيها خطورة أكتر من غيرها. بس حلو يلي هو يعني يلي بيحب التحدي حلوة. وللحصان رعاية خاصة فيها يكمن سر تعلقه بصاحبه، علاقة تصل إلى حد التماهي. باللاوعي تبعك بتصير إنه تحكيه، يعني مثلا بيكون راكد مثلا إنه لا خلص، أو إنه خلص عفيك خلص مرة تانية بتزبط، مثلا بس لتزبط شغلة إنه أيوة زبطت معنا حلوة، عرفت كيف بتصير خلص أنت وياه غير عالم يعني. بين جاك وحصانه ثقة متبادلة وعشرة طويلة قوامها إلفة، ود ومعاملة حسنة. من شمال لبنان رينا دويهي، العربية.